مريم. نعم. ممكن استعرض منك الموبايل النهارده؟ مفيش مشكله، اتفضل، بس اهم حاجه ترجعيه سليم. شكرا، من عينيا، هجيبهولك سليم جدا. موبايل وقع، لا حول ولا قوه الا بالله. هقول لها ايه دلوقتي؟ الموبايل اتكسر. مريم، الموبايل بتاعك اتكسر. انا لا هتعصب ولا هتنرفز، انا بقبل العوض، هاتلي بقى فلوسه. ايه ده، انت بتقبل العوض؟ لا لا، معروفه ان اللي بيقبض العوض هو شخص مش كويس. الحاجات اللي بقت منتشره الايام دي اللي هو انت خدت العوض، لا يبقى انت كده ملكاش حق، انت شكلك كده شخص وحش. طبعا ما ينفعش، انت خدت مني حاجه وكسرتها، فانا ليا الحق ان انا اخد العوض ده. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا ضرر ولا ضرار، وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كمان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يعني انت خدت مني حاجه تحافظ عليها لحد ما ترجعها لي. اخذ العوض الناس مفكره ان هو حاجه عيب وحاجه حرام وما ينفعش، لا اخذ العوض ده حاجه عاديه خالص. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هبسطه لكم خالص، احكي لكم كده اكنه قصه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند زوجه من زوجاته، وفي زوجه ثانيه بعتها له اكل في اناء في طبق يعني، وكان بعتها مع خادم. فالزوجه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عندها خبطت ايد الخادم كده، فالطبق وقع اتكسر. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش رجع الطبق مكسور، لا خد طبق من عند الزوجه اللي هو عندها، خد طبق سليم ورجعه للزوجه اللي كانت بعت الاكل. فاللي انا اخد العوض ده حاجه مش عيب ولا حرام، ده حاجه عاديه خالص، ده حقي وبس كده. في رعايه الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.